ال خلاص هنعمل بقى سكرينينج للبطن الاكسس نعمله فيزيكال اكزاميشن. طيب ايه هي الكومبليكيشنز اللي هتتوقع انها تلاقيها؟ عارف الاول ايه هي الكومبليكيشنز في البطن الاكسس؟ طبعا من الاول كنتوا عارفين انا مش عارف كويس ولا بس يعني احنا الفكره ان الابر ليب المكان احنا بنعمل فيه الفيستولا او النكست سكشن دايلسيس يبقى فيه هنا بيطلع من الاشطر وطر خلاص مش من كل الجدول او بيطلع من الاشطر وطر النومت او كومن كارتي سبليدين. هنا الكومن كارتي سبليدين بيطلعوا للنك من الناحيه الشمال النومت بعد كده الميزي بيتقسم لكاراتي سبليدين صح عشان يدي اللين والنك في الناحيه اليمين تمام. فبدايه السبليدين هنا بالنسبة لنا طلعت هنا من الـ 10 أوروبا على الـ 5 بنكمل بعد كده Auxiliary Arching بعد بنكمل Brachial Arching ثم عند الـ Elbow بينفصل إلى Brachial Arching و Ulnar Arching بعدين كده مع بعض من خلال الـ Ulnar Arches بعد كده بيبتدي الفينز ترجع تبتدي يبقى فيه تو سمول فينز. طبعا الفينز 3 مختلفه شويه عن الارتيريال 3. الارتيريال 3 غالبا فبنكمل احنا دلوقتي الاناتومي بتاع الابر اكستريميتي خلاص احنا كده وصلنا سبليدين ارتري اكزيلاري بريكيال بعد كده عملنا ريتيال وارمر تمام بعد كده فارمر ارتشز وبعدين دلوقتي بستعد بقى للفينس سيركيليشن. الفينز بتنقسم بقى سوبرفيشال وديب فينز. الديب سيستم كان في تو من كومبنس احنا مسميين خلاص بيبقوا ماشيين اكومباني الارتشز اللي هم ديب ستراكشرز. فريز الارتري اللي معايا اثنين دري كونتنس والالنر ارتري معايا اثنين دري كونتنس بتضم الشيء معايا كده هو لغايه لما في النهايه كده عند منطقه القلب ويبتدي يكونوا البريفيال فين. اوكي بعدين في عندنا السوبرفيشال فينز. السوبرفيشال فينز عندنا مينلي اثنين كبار السفارك والبازيليك. طبعا السفارك بيبقى ماشي على الريجل سايد والبنزيلك اللي ماشي على الاذر سايد تمام. بعد كده السفالك بيكمل هنا بيعرف مش على الاذر سايد على الفساد اوف فور ار على الاذر سايد اوف ار لغايه لما بيكمل هنا يخش عنده بين الهيدز اوف الفوي يخش هنا ايه في الاكزيلري. اوكي في الاكزيلري جاي تمام. البازيلك بيفضل مكمل على الاذر سايد ينص كده تقريبا منطقه الميد ار بعدين بيتنتريت يديه فاشل يبقى ديب خلاص وبن جوين البريكيال فين ويعملوا الاكسلري. يعني الحقيقه هو البازيلك هو بيبقى اكبر هو حتى بيكمل هو الاكسلري والبريكيال هو اللي بيشوف فيه الحقيقه تمام. فده الفينس 3 تمام. طبعا احيانا ما يبقاش فيه بالنسبه طبعا في انوليز كتير موجوده في الفينس 3 ممكن ما نلاقيش اصلا سيفاليك ممكن نلاقي سمول فينز كتيره يوجوالي لو لقيت اكثر من فين بعتبر اخبار ان هو سيفاليك احيانا بيكون موجود واضح احيانا ما بيبقاش واضح تمام. عشان كده برضه مهم ان احنا في هناك فيسكال اكزاميشن كويس في اوف بلاننج لو بيجي يعمل فيسترا يبتدي مظبوط يعمل فيسكال اكزاميشن كويس عشان نحدد بالظبط ازاي بيوز كمان المفروض ان احنا ناخد بالنا زي ما انت عارف حاجه مالهاش علاقه بالقصه دلوقتي بس هو دي ليها علاقه بالبري اوف بلاننج يعني عشان كده مهم قوي ان احنا ننبه على يعني ان هو محدش يعمل يعني بانكشرز محدش يعمل كانيلز حاجات زي كده ديكلاينز والمصدر الثاني الحاجات دي كلها كل الحاجات دي بتبوظ في الفينس تري تمام. فدي مشكله ودي هتخلي يحصل فيلير اوف ماتوريشن بالنسبه للفيسبوك لان يبقى فيه فاس فايبروز وسكليروز مش هيكسباند لو يتعرض هاي بكتيريا فشل من الراجل او البكتيريا تمام. ده كده اوف فيو سريع للعمليات. طيب العمليات هي قوانين بتعمل ايه؟ بالترتيب في الجمله هنا كلاسيكلي يعني بالكلاسيك تيتشنج
بتبقى غالبا ريجستر بتحاول تسجل. بعدين لو ما قدرناش نعمل ريجستر لاي سبب نعمل بعد كده بريك ريجستر في الارك ونوصله ريجستر بين الناحيتين تمام في الارك. ما قدرناش نعمل دي او دي يبقى كده هنضطر ان احنا نستعمل البازيك. ما بتحبش البازيك في الاول لانه اولا الكمبيوترز كتير تمام زي اللي احنا لسه بنتكلم هو دي تمام. هنا طبعا صعب جدا لانه هيبقى التكنيك دي صعبه ان احنا نوصل عليها من تحت تمام. فاللي بيحصل هنا ان احنا بنعمله هنا الار غالبا البازيلك البريك البازيلك بس لازم نعمله ديستراكشن كويس ونشيله من تحت الدي فاشن ونطلعه فوق السوبرفيشن فاشن. بعدين نوصله بالايه؟ بالبريك الار تمام. عشان كده بيبقى اسمها بريك البازيلك وترانس بوزيشن. احنا غيرنا مكانه بدل ما هو ميديا كده خلينا بقى لافل عشان نعرف نوصل فيه وخلينا بقى نص بوزيشن. اوكي؟ ما قدرناش نعمل دي ولا دي ولا دي بيبقى الستيب اللي بعد كده ان نعمل جرافت نحط جرافت. وذا بقى كانت ستريت جرافت او لوب جرافت بتوصل اي ار سي باي لين المهم ان هو يبقى فيها فلو كويس. طبعا احنا لسه بنحب الجرافت عموما او لسه بنحب الحاجات اللي بتنتسج اللي بتنتسج كده. ايه رايك؟ انفكشن كومبوزس الاثنين هاي انسنس اوف انفكشن وهاي انسنس اوف كومبوزس تمام. فاحنا عشان كده وانا بدرس الكلام ده هنطبق على الكاكتس عشان كده احنا ما بنكلمش الكاكتس صح الناس استوعبت هاي انسنس اوف انفكشن اند كومبوزس تمام. طيب خلاص احنا كده عرفنا احنا المفروض نبص على ايه ده الاستراكشر بتاع الجسم تمام. طيب ايه بقى الكومبليكيشنز اللي احنا نتوقعها انها تحصل من الفيسترون؟ ايه تعرف الكومبليكيشنز؟ لسه قايل ستينوزس وانفكشن وانفكشن وثرومبوزس. طيب دول اهم حاجه في حياتك. لكن في ايه تاني ممكن يحصل؟ فينس هايبرتنشن. عارف ايه فينس هايبرتنشن؟ او ايه يحصل يعني؟ مش شرط لسه تفضل طبعا المفروض لسه تفضل ديشن بس انت الفكره هو انت كليك هتلاقي طبعا ايه ده يعني ويبت وكذا تلاقي كولاترالز وموها تمام واضحه بس ليه حصل اصلا ديشن هايبرتنشن تمام. في هاي اكسير الفشل داخل الاول فين تمام وبعدين الفشل جوه الفين عالي انف فكل لدرجه ان هو كل الديستال بارت للانستموزس بقى فيه هاي فينس بريشر. فاللي بيحصل ايه؟ احنا كده المفروض ان احنا في ناحيه الكابيلاريز بنبتدي بس ترانسليشن للفلويد عشان حاجه اسكريت بريشر حاجه اسكريت بريشر ثم بيقلل الهيرستيك بريشر في الفينس سايد بس تعمل ايه؟ ادوبشن للفلويدز والزياده في الرول نيت مش كده؟ بقى الكابيلاري سيركيليشن طبيعيه. طيب لو الفينس بريشر فضل يعلى 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 لاي سبب نتيجه تكوين فوق دي سبب كان في الارتير بريشر فيه عادي او نتيجه ان في مثلا فينس ترومبس او نتيجه ان كان في مثلا في اللاج في فاريكوز فينس بلس كلها بايظه تمام. فالسبب او الاخر عالي البريشر جوه الفين يبقى ايه اللي هيحصل؟ كان في ابزورشن اوف فلويد مش هيتم كويس تبتدي تدخل القديمه تمام ويبتدي الكولاترز كلها تفتح عشان في دلوقتي هاي فينس بريشر في الفين وعايز بقى يدرين البلاد اللي موجود فيه ده مش عارف تمام. فده قصه الفينس هايبرتنشن هنلاقي سوالينج وكولابس وانجز لا استنى بس نتكلم على كده. احنا ممكن يحصل المنظر ده ان يمسك بعد الجراحه نتيجه الاديمه في التيشوز وكده بيحصل ايه كومبريشن للفينز وكده فبيبقى شويه اديمه مع التمرينات ومع الهيلينج خلاص الاديمه دي بتبقى بيها وإذا عين ترجع هي طبيعية مش مشاكل. لكن هي بتبقى بيحصل لها هاي انسدنس في بعض النوع من العمليات تكنيكلي بتحصل مع السايت سايد انستموزز. ايه بقى قصه السايت سايد انستموزز دي؟ احنا عاوزين دايما ان العمليه تبقى اند تو سايد صح؟ يعني الاند اوف فين بنقص خاص السيفاليك تمام ونوصله في الارتري في السايد اوف الارتري يعني السيم سوايد الارتري ونوصله فيه تمام. لكن لو العمليه في بعض الاحيان كانت سايد تو سايد يعني
سبايرال ارتري وسبايرال فين. فمعنى كده ان الضغط لما يجي يخش في السيفاليك قطع فوق تحت لان الحته دي كلها لو بريشر. غالبا بتتكسر الاصابه اكتر حاجه في منطقه الميدي كيوميدال فين. احيانا بيكونوا يستخدموه مش لاقيين مكان مش لاقيين فين تاني كويس بدل الارتري جنب. هنقوم كده تمشي جنب بعض. تمام؟ فلما بيعملوا عمليه في الدور الدور اللي هو سايد تو سايد لان مش مفيش هنا روم ينفع في الاير بورش توصل فيه. فبيقول طب انا عامل سايد تو سايد بحيث ان الفريم تنزل تحت والفريم يوم يكبر تحت كمان. فحتى بنلاقي الفريم محسوسه تحت الى الاسكيمونز. معرفش حد يكون استغرب القصه دي ولا لا، اكيد كان شوف على اليمين العمليه مثلا الاسكيمونز هنا وحاسس الفريم تحت الاسكيمونز. قلت له مش فاهم دي مشيت ازاي طيب ازاي يعني البلاد رجع وكده. دي كان عامل سايد تو سايد. مشكلة السايد تو سايد ان هي بيبقى معاها هاي انسدنس اوف فينس فاكتنر. طبعا لو كان كيس كده بيبقى حلها طبعا ان نقفل العملية دي او سوري نقفل الاسكيموز ده الديستال بارت ده خلاص ونكونفرت العملية ل ان سايد. وفي الحالة دي نوصل بقى من عين او فلو فوق خلاص. تمام؟ يبقى احنا متوقعين ان يكون في فينس فاكتنشن يبقى اكيد في يا اما في ستيرويدز موجود عامل فيس هايبرتنشن في اما نوع العمليه في مشكله في التجربه بالظبط عشان كده الهيست بتاع العمليه مهم. عشان كده انت لو في الكابتن ده انت لازم تبقى عارف العمليه معموله ايه بالظبط تمام عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. وممكن يكون في جي بي تي اي طبعا انت ممكن تلاقي جي بي في البريكر بتاع كده ممكن طبعا يعمل القصه دي قصه فيس هايبرتنشن. طيب وايه الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ انيوزم. طب ايه قصه انيوزم ده؟ انا عارف. تمام. ايه ال ايه الفرق بين السودو والتو انيوزم؟ التو انيوزم ده الارتري نفسه هو اللي حصل فيه مشكله. هو اللي يعني الوول اللي عند الارتري هي اللي حصل فيها دايليشن. المسل ده مش عارف هو الورد ضاد بس الضاد بس نفسه لان غالبا الانيوز ده عندنا بيحصل في ال في السفنكتين صح؟ بالظبط في السفنكت انما السودو ده اللي هو الثيكننج بتاع السكين نتيجه المتومه حصلت فوق ال مش في السكين هو هو حصل ان كان في متومه بالفعل بعدين بعدين بروجرامايز المتومه بقى في ورك فابريستيشن بقى هو جزء من الورد بتاع بس فبيبلش كده بس كده الفايبرز شو هو الورم بس دلوقتي. لكن شو انيوريزم يبقى الانيوريزم كله ده عباره عن ساك او بلجنج من بس يعني كلها لاين باي فاصل في النتيجه. تمام؟ هل احنا الكلينيك بتفرق معانا في حاجه؟ اول شيء مش عارف ميزه. ممكن كانت نتوما انزيما ده ممكن يكون بس اكتيزيا في البين او بس انيوريزم في البين. كلينيك مش الفرق بينهم. بس كده ببقى عارف ان هو ان السود انيوريزم هتبقى هاي ريسك اكتر اللي هي يحصل فيها انفكشن. تمام؟ وثروبوزز يعني انفكشن وثروبوزز لان طبعا ده فايبرس وول يعني. طيب الحاجه اللي بعد كده هي ليه حصلت اصلا؟ ليه اصلا كانت الانفكشن؟ مش سبيل بريفنت على فكره بس مش اصلا بريفنت دي لو كانوا في كتير قوي لاعبين عندهم القصه دي. بالظبط كده هو ريبيت كانيوليشن في نفس الاريا يبتدي الوول يضعف ويحصل فيه الانيوريزم بالغ. يبقى حل القصه دي ايه؟ اكسجين ورينس. لا ده ما يحصل الانيوريزم حل ان هو عشان اتجنب هو كان زمان في ريكومندد اللي هو الروك ده التكنيك ان افضل اغير كل مره المكان اللي يبقى. حد بيعمل الكلام ده؟ لا ليه بقى؟ استثناء ده من ناحيه شيء اكيد طبعا. لا مش كويس البيشنت البيشنت ليه بقى؟ ليه البيشنت بيمانع؟ عشان هو الفيرسينمونتيز بيحس ببين في البنكشر لكن بالظبط مع الوقت مع البيت بنكشرز في نفس الاريا بتبتدي الاريا دي تلوز سنسيتيفيتي. طب انت بقى عايز تقول له انا اشوفك في حته ثانيه جديده. بعد كده بتعزلي هو لا انا عايز في نفس الحته. ده من ناحيه العين ومن ناحيه النيرس تصوير الفيس ده صعب. فهنا لما تلاقي حته تعرف توصل منها كويس تبقى مبتدئ تلاقيها. تقول خلاص انا هعرف اوصل من هنا مش هعرف كل مره
بتبقى خاصين عينين، عين توصل كويس من هنا، عين توصل كويس من هنا. فحكايه الروبوتر دي تكنيكلي هو كلام مثالي، لكن فعليا ما بيصحش. فبدا دلوقتي الكلام يتجه لقصه التكنيك الجديد اسمه باتن بول تكنيك. تمام؟ سمعت عن كلمه باتن بول تكنيك ده؟ كان فكرته ايه بقى؟ ان احنا بنخش في نفس البوينت بنفس الانجل. ممكن لو واحد اكسبيرينس ممكن يعملها، او بيحتاج اسيستنس ان هو يا اما في تراك معين او ديفايس معين بيركب دايركت الفيديو بيدخل بنفس التراك، او ان احنا ممكن بالانتراكشن الفورجي نركب شيء قبل ما نحصل لاول مره خالص، بنشوف احنا العمليه ونسيب فيها شيء في مكان القصر مكان البيت ونسيبه كده اسبوع او 10 دقايق، وبعدين نرجع عشان نشيل الشيء ده ان في فارمس تراك كوش. يبقى سهل قوي التوصيل ده لو قدرنا نعمل ده اللي هو ايه بقى؟ التوصيل بتاعك سهل كويس قوي. بس كل حاجه طبعا ليها مشاكل. ايه مشكله البطن بول تكنيك ده؟ محتاج نفس واحد. لا ركب له هو مشكلته نفس ان هو برضه نفس اي حاجه بتجيب فيها برفكشن فيها فيكشن طبعا نفس الانفكشن. فمشكلتها هي فيها كده هاير بريسنس اوف انفكشن عن الاريا كونديشن اللي احنا متعودين عليها. ما عشان نفس الشيء المرض انت بتخش نفس البوينت انت ما بيحصلش ويكنس في الوول. لكن انت لو بتخش مثلا حته قبل كده وانت خربتها هنا وهنا 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 مع الوقت الحته دي كلها ضغطت خلاص. لكن لو تكون هي نقطه واحده انت بتشك فيها مهما ضغطت يعني ما تطلعش دي كفر ستيشن خلاص، بس مهما ضغطت عمر البريشر ما هيكسيد انف ان هو يعمل لك بلجن من دون بلجن. فاهم؟ والوول كله انتاكت. خلاص فدي فكرتها. هي كده تمنع الانوريزم. بس الاكسبانس بتاعها اللي هي بقى في هاير انفكشن ريت. عشان كده لو هنستعمل بطل تكنيك لازم يبقى فيه ستريكت ستيريلايزيشن. يعني عمليه شيء كده فاهم عشان ما يحصلش ان انا اتكسر. فده قصه الانوريزم. والنسبه اللي احنا قلناها الانفكشن طبعا هنتكلم عليها. الاستيب في قصة الاستيب تبدا في كولر تشينج، تبدا في الستريشنز، جانجرين،
تكسر فيه ممكن اصلا يحصل لوس اوف ديجيتس او لوس اوف لين بالكامل بتاعت راس القصه دي. فستيل سكون محتاجه ان احنا نبص على اكتر من كده لو بنعمل سكرين كويس او فيزيكال اكزامينشن روتين للعيان بتاعنا. طب احنا فيزيكال غير السيمتومز اللي بيقولها البيشنت ده ايه اللي انا اعمله كاكزام تكونفيرم القصه دي؟ طبعا الهيستوري هي الاولى، انا ببعت الهيستوري بتاعي ده دايبيتك ده اولد ايج ده طبعا القصه دي طبعا ساعات. الحاجه الثانيه انا ممكن تيجي على ريجن باس. لو انا حسيت ريجن باس كويس يبقى كده خلاص كده ايه؟ الستيل او البوسبيلتي اوف ستيل بتقل قوي. اوكي؟ في بوسبيلتي ثانيه على فكره مش معنى ان يعني ممكن في حاجه اسمها اسكيميك مونوليثيك بلازر اوكي يعني ممكن يبقى الفين بس هو الديبارتمنت بس يعني استثنى الكلام النادر. الكلام القوي احنا لو لقينا اكسلريتي ارتي يبقى غالبا لا ده مش ستيل. يعني واحد يكتب 200 جلد في السيلو وبعد كده اكسلريتي ارتي اللي هي فور وريجن ارتي باصصين كويس. يبقى ده مش ستيل. احنا لو لقيت الايد كول والعين ريسك القصه بعد ذلك مثلا ومش حاسس الريجل ارتي لا ده كده احنا عندنا سي. طب الحل ايه لو لقينا الاكس تي؟ يعني نستخدم الشنطه. لازم توقف الشنطه لو وصل للدرجه ليها عمليات بتحاول تصلح القصه دي يمكن اشهرهم هي الدريل ديستلايزيشن ديستلايزيشن دي كانت فكرتها كلها ان احنا هنحاول ندي سبلاي بتاع الارض ات هاير ليفل على المسموح بل فكره يمكن انها واصله بتوصل ايه اللوس اوف لاي للديستنت بارتس من بيفور ذا اسموز بس بالنسبه لل نعم ومن سيما اسموز خلاص. لكن طبعا لما بنتكلم عن جراحين زملاء لا بيقول لك لا غالبا ما بتعرفش هو يعني هو تكنيكي ما فيش حد شاطر قوي للدرجه اللي هو يعمل ايه دي او هي اوريدي عمليه مش حلوه قوي عموما هو هيجي واحد فيهم هو كده واحد لكن الفكره ان هي عموما ما بتنجحش العمليات دي خلاص. ويبقى الحل للدوكيومنتس بالقصه هو كلوجن اوف ذا فيستا خلاص. اجين كلوجن اوف ذا فيستا برضه احنا بنلاقي نوع من اللحظه بس شويه في القصه دي لما تلاقي عمليه شغاله خلاص انت بتبقى ايه يعني مش عايز بقى عمليات ودي المشكله. لا انت لو في ستيل طبعا لو جريد 1 ستيل زي ما بنتكلم برضه بس شويه كلمه على الدرس وبتاع خلاص مش قضيه. لكن لو انت عملية بروجريسيف لا ما ينفعش تسيب العيان لغايه لما تخسر فيه كيف العملية المرتبطة وخلاص بتاعت البداية الثانية خلاص يعني ممكن نحط كف ممكن نحط مكان لكن ما نسيبش عينين صفري جامد من تحت الستيل راس الستيل او ابتدي يحصل له اسكيم كومبليكيشنز نتيجة اللي موضوع الستيل ده موجود. في الاول الجريد 1 تبقى راس الاسنتايسس لكن كل ما القصه تنفصل تلاقي بعد كده جيرو داسس وقفول بعدين انت بيحصل بس كده. طب لو مش كده بس عشان اكون رجاله يعني مش بتخش تبسم انت مش هتسمع بس مش معنى كده ان انت مش بتخش تبسم خد بالكم لا ما انت برضه خد بالك من حاجه ودي معلومه يمكن كتير ما يعرفوهاش يعني انت المين بلاس سبلاي بتاع الهاند الريجي ولا الارض؟ الريجي ولا الارض؟ مين اللي ريسبونسبل على المين بلاس سبلاي الهاند؟ الريجي اوكي 80% of loss of life كان جاي من الارض مش في البيت. فاهم فلا يعني مش القصه مش ان كده مش حاسس رجل يبقى كده بتجيب مفتوح لا ده في ارض وفي فارم اكشنز. طيب واخر حاجه طبعا هارت فيلير. طبعا مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من قصه المانيفستيشنز اوف هارت فيلير. طبعا احنا بنتكلم على اوريدي عيان الدايس بتاعته اوريدي كوموربيديتيز كتير فوارد اصلا ان هو يكون عنده مايوكارد ديسفانكشن ليس من الاسباب. ده قصه مهمه قوي يعني قبل ما اعمل معايا الفيسترا في البلاننج بقى في البروكت بلاننج لازم نطمن ان هو قال لي ممكن اعمل ايكو او هو يعني يكون نوت نو ان هو عنده كارد فيلير طبعا كارد فيلير نبص او مايوكارد كارد بروبلمز لازم نبص على الاجكشن فراكشن نطمن عليه لانه نسبه مش قليله من الناس اللي هتعمل فيسترا حتى لو كان normal cardiac function تقلب ان يكون some sort of cardiac dysfunction. طبعا اللي بيبقى عنده اصلا وزن heart failure لا ده كونسنت بقى high risk consent.
تعمل كله انت لو عملت عمليه غالبا يحصل ممكن يحصل ديكومبوزيشن للبارت اللي بتعمل. طيب ده الاسره الطبيعيه اوريدي بتبقى كاش توكسيك. طب وات اباوت بقى الناس اللي هم اللي كانوا سلام بس الاسره ممكن تاذيهم بقى. ده لو كان بقى هو كان بيتكلم عليه بيتكلم عليه دلوقتي اللي هو الهايبر فيست. اوكي لو الفيست ده الفلو فيها عالي قوي زاد عن اللزوم هيبتدي يحصل هارت فيلر طبعا مش هيحصل ايميديتلي بس مع الوقت. عشان كده ما ينفعش وده قيمه برضه ان احنا نعمل فولو اب للفيست ده حاجه تانيه امبورتنت ده ممكن تبقى الفيست شغال كويس وكل حاجه بس الفلو فيها 5000 مللي بير مينت. وانت مثلا احنا بنبقى اكسبكتد هو يعني كتير 1000 فالشانس بتاعتها كتير فالحاله واحد يعني 5000 ده تقريبا اقل قدر من الاخبار يعني هارد بارت بيشتغل كانه باستمرار في هايبر دايناميك اوبريشن وكانه باستمرار كانه باستمرار عليكم السلام. امال فين بيت الناس؟ هم هذول اللي جوه. اوكي ف عشان كده مهم ان احنا ناخد بالنا من الفول اب اوف الفيست لوحده عشان ده ما يحصلش في بقى بروسيجرز ممكن بتتعمل ان احنا نكنترول القصه. طب هي ليه اصلا حصلت؟ يعني ليه فيست لوحده بقت هاي فلو وفيست لوحده مدينا فلو كويس؟ في اوريدي اثناء الجراحه تاخد ان هو الانسيجن بيبقى اراوند 2 مللي كان سمول في 2.5 مللي لو جراحه مثلا خد منه بقى يعني مص يعني جري منه او كان نيس بينت شويه او حاجه زي كده فانت عندك الاستموز نفسه كبير تمام او هو بقيت بس بتاعته كده هو المينز بتاعته كل بتوسع 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 لكن كومبليت مور بريشر مش راضي مش راضي يوقف فيها تمام فالاوبشن الطبيعي ضخ وبلاد اكتر لغايه لما بيوصل لمرحله خلاص وصلت ان كده بريشر معمول بس ده كان على الاكسبانس اللي المفروض بقى تريبا. طيب هل القصه دي ايه؟ يا اما سوري تلفزيون بس طبعا ناس اتكلمت ناس فكره الستيل لو غالبا الجراح حوالين القصه دي هي لا تختلف من العمليه ما بيعرفش ان هو يضيق الف نص فغالبا بيتصرف حصل العمليه دي. في بقى حاجه ثانيه برضه حل تاني من الانترناشونال كولج بيتعمل دلوقتي نخش احنا عايزين احنا لو تفتكروا الرول 6 اللي احنا بنقول الكرايتيريا اوف ماتريشن صح انت بس تمني بقى بس تمني جديد لو تشوف مني فلو اتصل طيب لو احنا عايزين 6 مللي اليون بتاع السبايك بلين هي 6 مللي مش اكتر من كده كان ممكن نخش ببالون جوه التيست نفسها جوه السبايك بلين بالون فاصل 6 مللي بعدين نستكت البلين السبايك بلين او تيست العين من تحتها نربط خيط سلك على البالون دي يبقى انا كده عملت ايه؟ ضيقت البلين بقى خليته 6 مللي صح؟ يعني حطيت حاجه بس قد كده حطيت جواها حاجه 6 مللي وخيط عليها بقى كده كاني اي كريتد نعوي انا ارتفيشال ستينوزس ضيعت البلون 6 مللي ممكن اكررها مره او مرتين او ثلاثه بحيث ان كده كده لازم يكون الوول بتاع البالون دي قوي عشان ما يوسعش هو كمان مش كده؟ لا البالون بيبقى هي اوريدي صارت 6 مللي لا قصدي انا برضه بقف عليها بيه وايه؟ انا برضه بقف عليها بيه فالبيز بس ما فيش خياطه سوتشر كاني اي كريت ان ارتفيشال ستروز لان هي لو ضعيفه هتوسع برضه يبقى نفس الفكره سواء ترجع تتغير في اللون لا دلوقتي اللون تشيك يعني تتغير تتغير في الشكل خالص تشيل البالون وتحط واحده جديده لا بس البالون زي ما قلت بس فيها مش في فلو لا قصدي لو وسعت ورجعت تاني حكايه الهاي فلو فيستولا ممكن تكرر فين ده ممكن تكرر في تاني يعني يكون كبير جدا وفي اماكن خلاص فده اوفر فيو انا حقيقه كنت كتير قبل على الاورال يعني كان ممكن يبقى انسى نتكلم عليها على الصور انا عايز بقى كده في احنا كده تقريبا خلصنا التسك الاكزام هنتكلم بس في الاثنين كده وبعد كده على الفيلم والفالس لكن زي ما نقول كده سريعا اللي احنا قلناه على فكره الكابتس اللي معاكم دي ده عباره عن ايه؟ هو ده اللي بنقول عليه كواليتي اشورنس بروجرام المفروض اللي يكون وقت الدايسيز يكون فيها كواليتي اشورنس بروجرام عشان نطمن ان يبقى فيه ريجولر مونيتورنج اند سيرفيلنس للباسبورت اكسس. ودي اللي هي اللي وزعناها عليكم دلوقتي.
والبلان بتاعت المونتري والسيرفيلنس ايه؟ المونتري هي كلمه بستعملها في الكتاب الادفايس فعبر عن فيزيكال اكزام، يعني كلمه مونتر يعني فيزيكال اكزام، كلمه سيرفيلنس يعني تست سبيشال تست لما تفعل بروتين بريشر او وسيله من وسائل قياس الانتر اكسس فلو اللي هو بالنسبه لنا احنا متاحين عندنا هو الدوبلر. واخر حاجه بقى هي الدايجنوستيك تيستنج اللي هي مقصود بيها الانتيجرام. والمين جول بتاع البروجرامز دي الهدف ان احنا نديتكت ايرلي انف. طبعا المشكله اللي قلناها دي كلها طبعا مشكله واضحه، لكن اللي ممكن يكون مش ظاهر قوي بسهوله ومحتاج ان احنا ندور عليه هو الفينس ستينوزس. والفينس ستينوزس طبعا بيحصل في اي حته من اول الاي فلو الى الاسكيموزس، اي حته في الاوت فلو وصول لغايه السنتر فين. بره بيتكلموا ان الموست كومن سايتس هو الجاكستا انسكيموتيك سلوزس، يعني هو جنب الاسموز ايميديتلي. طبعا نتيجه مانيبيليشن بقى الجراحه وكده البين في الحته دي تبقى توماتايز، تبتدي يحصل ايه؟ في شويه سلوزس كده بعد ما عليها. لكن احنا عندنا عشان طبعا بنستعمل التمبر كاتترز كتيره في الدنيا كلها وبنسيبها برضه فتره طويله ومش بنعقل كويس، فطبعا عندنا المشاكل السنترال بيس بلوس هي المور كوم. دي بقى يعني الايجيبشن اكسبيرينس يعني. طيب الكتب كان لايف اون كل ممكن تلاقوه من على الانترنت، لكن هي جايد لاين 4 هو اللي بيتكلم على موضوع الفاصل الاكسس. زي ما احنا شايفين هو اتليست بتكتب الديسفانكشن في الفيسترال والجرافس هي اتليست مونثلي ان يتعمل فحص في العمليه. بعدين في شويه حاجات تكون حاجات كثيره وحاجات اكسبتبل. لكن في حاجه انسبتبل. الانسبتبل هو الانستندرايز دايناميك بين سبيشن، هنتكلم كمان شويه عن البين سبيشن. تمام؟ ده مش اكسبتبل اصلا. ده عباره عن اي شيء. الفرق بين الفيسترا والجرافت في الكراتيريا دي هنلاقي في الكراتيريا اصلا اللي وراها بتاعت الفيسترا بقى. هنلاقي ان هم الاثنين تقريبا زي بعض. بس في حاجه هنا كانت بريفيرد وهنا حاجه اكسبتبل. الفكره انه الجرافت دي ريجن تيوب صح؟ بس دي جرافت دي حاجه اسمها كاتب تيوب. فمش منتظر قوي ان الكلينيكال فايندنجز هي تظهر صح؟ هي اجوبه. تمام؟ الفيسترا اللي في الفيسترا ده دليل. فهو التشينجز او الفيزيكال ساينس تبان في سهوله اكتر. تمام؟ يبقى الفيزيكال ساينس بتبقى مور بريفيرد في الفيسترا عن الجرافت. صح؟ واكسبتبل في الجراف بس بريفيرد في الفيسترا. طب العكس بقى البريشر تشينجز الفينس بريشر توقعي يبقى بريفيرد فين اكتر؟ في الجراف اكتر. لان دي ريشن تيوب. فتقدر التشينجز اوف بريشر هتبقى بريدكتبل اكتر مع الريشن تيوب وهي وصفه ما بين ارتيريال بريشر فينس بريشر في مور اور ليس كيرف واحد قادرين ان احنا نستنتج منه حاجات. اما الفيسترا مش شرط. بس اتصدم ده بريشر لانه البريشر جوه الفيسترا بيقل بعنف وبسرعه لانها طبعا بتكسباند السكوت لان ده تيشوز فاير تيشوز ستريتش سكوت. خلاص ده بالنسبه للبريفيرد والاكسبتبل. زائد بقى طبعا زي ما اتفقنا اي حاجه بريفيرد برضه من الحاجتين هيكون بريفيرد ان احنا نقيس الفلو باي وسيله من الوسائل. بره في مثلا ديفايس ترانسونيك مش هيك مش موجود اللي احنا بنفضل عليه بقصه الايه؟ الدكتور. الدكتور ممكن يساعدنا ان هو غير نورمالايزين معلومات كتير بالبي مود. هنقدر نشوف لو في يعني تشينجز في الشكل ستيروزز ثرومبوزز كولكشن حاجات زي كده، لكن كمان هيديني فكره عن المطر نقدر نحسب منه عقد الويف فورمز الباس ويف فورمز دي نقدر نحسب بالظبط الجوده. تمام؟ ده بالنسبه للجايد لاينز. الكيك بانكس قلناها تقريبا كلها قلنا بنسى بريفنشن اديما وسوالي. انا واصل ان الدراع العام كله في اديما وسوالي بشوف على طول كده في سنتر بيست نوتس. طبعا ده الضبط مش مساعد قوي لانه غالبا السنتر بيست مش هتتشاف في نفس الضبط لانه بيبقى تحت الكلاس. لكن كده كده يعني قد يكون في تي في قد يكون في اي حاجه بريسنج او كلودنج شيرين قبل مثلا كده دايما زي ما احنا ماشيين جديد كلينيكال ثم تيستنج ثم الدكتور ثم بعد كده الاندوكراين.
وانصف الان انا مهندس نوز سنتر بس اعرف يقول لي اول حاجه اللي هي السوالين والبلانت. في مشاكل ثانيه برضه ممكن تنديكيت ان في ستنوز او ان في ديسفانكشن. هنلاقي ان البيرسز او الكونديشن او بس الكونديشن دول مش عارفين نوصلها كويس، كانت عمرها كويسه ريسنتلي اللي فيه ديفيكالت كالكوليشن، او انه لما بيجوا يرصد الفات يجي يسحبوا منها يطلع كلوس، او اصلا لما بيجوا يركبوا الفيستوليد اللي يطلع كلوس صغيره كده في التركيب. تمام؟ لو انا في كده حب الزوم، او كمان بيقولوا بعد ما الشيء يبقى بعد ما خلص السيشن في برون بليدنج، كان المفروض هو 5 دقايق وخلاص انا بادئ. لكن لا بتلاقي احنا المفروض بعد مش 5 دقايق بقى على الاقل بس ساعه ونص ساعه ومفيش فايده. العمليه برضه مستمره يعني. طبعا اهم الاشواك اللي فيه مشكله ان المشكله هاي افكس اكسبريشن بتصير ستنوز او ثرمبوزز وكده. فاطمن الاول ان مبقاش في حاجه ثانيه طبعا على الميديا. يعني ما بقاش في حاجه صناعيه مثلا بياخد وافرين او مثلا بياخد هابرين يعني اسبرجليتد او عنده مشكله ان الضغط ده عالي قوي مثلا او حاجه زي كده. يعني في احيانا بيكون في مشاكل ثانيه بتفسر الميديا. لو بنتكلم لو مفيش حاجه تفسر لا غالبا بيكون سبب البرون بليدنج ده ان هو في مشكله في الاكسس محتاج برضه تبقى يبين. وقت ايه تايم لقيت ان في مشكله في الاكسس مش لازم استنى معاه في الشهر. بس لو انا لسه مثلا استعمل سكريننج من 3 4 ايام ظهر مشكله جديده تطلع مش مشكله ايه اللي قلت ايه احيانا مشكله تصاب ايميديتلي. فدايما ايه كان عندنا يكون عندنا دايما هاي سسبشن اندكس لاي حاجه في الفصل الاكسس. ممكن بين طبعا زي ما اتفقنا ممكن بقى كل الفاينلز دول يعني انفكشن او سكينة الحاجات دي كلها فاينلز ممكن تلاقيها. مش سلايد كل مرة صح لكن في سلايد مهمة كانت على بقى سبيشال تيست تلاقوها موجودة عندكم في التابلت. قصة الفريد والباس لازم نفهم كلمة الأول فريد معناها إيه والباس معناها إيه. كلمة فريد ريفلكس الفلو. فانا دلوقتي لو انا حسيت بالعمليه ولقيت الفريل كويس وعينيه كويس يعني يكون مسموع اول ثرو الكارتي سايكل يعني اثناء السيستولي واثناء الدايستولي ويكون هارش يعني لو بيتش ده معناها ان الفلو كويس يعني الصبح احنا متوقع نسمعه في حاجه زي كده تمام ده كده كويس. لقينا الفريل انترابتد موجود بس اثناء السيستم معنى كده ايه ان لما يكون البريشر عالي اثناء السيستم البلط هيبقى عالي لكن اثناء الدايستول البلط بيقف يعني كده البريشر عالي في السيستم ما بيسمحش بمرور البلط فيها اثناء الدايستول يبقى معنى كده ان في حاجه سد السكه تمام ونبتدي نلاقي اي بلط بيعدي في حته ضيقه بيوصل للرحمه صح زي كده فكره الكوتشنج بيربس كده بنلاقي كده ايه هاي بيتش بنلاقي الفيلز سبايك ولما اسمع السماعه بلاقيها هاي بيتش برو كابل بنا كده عارف ان الكيسو دي كانش كويس تمام. طيب ده بالنسبه لقصه الفيل الباس بقى بيعمل ايه؟ ده بيرفلكت ريزيستنس. لو الريزيستنس عالي في العمليه فاي جزء فيها وصولا للسنترال فيل ممكن تخلي لو الفريشن اللي حصل له بيضاء جامد يخلي العمليه تبقى هايبر برستايل. يعني ده جيرك بالسيشنز. وده شيء منطقي في حاجه بتلاحظوها اثناء الدايزنج لما بتلاقي مثلا الفلتر اتجلط او في مشكله في القسطره مثلا لو عملت قسطره او في مشكله في العمليه مش بنلاقي اللاين بتاع الدايز عمال دي جيرك موفمنت كده جامده وبالسيتنج جامد بنعرف نقول ساعتها ان في هاي بيسبكت صح. هي نفس الفكره بالظبط لما الاقي في سطوح فيها soft pulsations لما الاقي pulsations jerky وهاكي باستفايل كده بالطريقه دي ده معناها ان في resistance عالي. وهنا بقى اتبنى على قصه pulsations دي حاجه اسمها augmentation test. في اول طبعا عندكم ايفكت augmentation test انا بحاول بقى في عمليه كويسه انا بقى في الشيء ان انا اقفل عليه بداية اتوقع ان هي صح ان pulsations تزيد معنى كده عرفتها، انا كده زودت الفشل. فالاول بوزيشنز زادت، هقول كده العمليه كويسه،
لانها اوجمانتيف واحد. لكن لو انا كنت ده يزيد ما حطيتهاش هي من الاول شفت يعني ايه فانز شويه او شفت شويه حاولت اقفل العمليه برضه المستفز يعني يمكن ازاله سته بسيطه بس برضه كنت زي ما هي تقريبا العمليه دي بقول لي اوجمانتيف صح يبقى ده معناه ان هو غالبا في سلوز نو موتوريزم وانا قدام فريش طبعا احنا بنتكلم على الاكسجين يعني جنب فريش اخر حاجه دي اللي هو اسمها هاند ريفيشن تيست. فكره هاند ريفيشن تيست ده احنا طبيعي لو حد اي حد تبص على ايده بيلاقي ان هو بيخليها تحت كده باي جرافيتي الفينز كلها بتبقى الكورت مش كده؟ زي كده ان في هاي بريشر نسبيا نتيجه تاثير الجرافيتي مظبوط ولو رفعت دي كده فوق استنيت دي كده ولا حاجه او ثواني حتى ان الفينز كلها راحت كولابس لان البريشر فيها قل يبقى طبيعي لما انا هرفع لو مفيش اي مشكله في الاوت فلو والعيان رفع دراعه لفوق اتوقع ان الفيستولا هتكولابس ولا لا؟ هتكولابس تمام؟ طب افرض انا العيان رفع ايده لفوق ولقيت العكس حصل الفيستولا نفخت في الاول يبقى ده معنى ان في اوبستراكشن وهنلاقي اخر مكان في النفخه ده هو ده هيلوكولايز من الفيستولا اوكي؟ طيب نيجاتيف كلينيكال فايندينج فسريع كده بنمر عليها لقينا السكولين بس فوق الجلوس على طول كده في بشكل كبير يكون طبعا ايه سنتر بين بروبلم انفكشن طبعا انفكشن في سوبرفيشال وفي ديب سوبرفيشال مش مهم قوي يعني ديب هو الاهم بناكل الكلام طبعا بالافر ساوند من الكولكشن حوالين الفيسترا طبعا غالبا بتكون ده كانت ملحومه والتعقيم مش كويس وبقت انفكتد انفكشن في فيسبا از فيري سيريس يعني انا بعتبر دايما ان الانفكشنز اللي هي ليها علاقه بالاسطره وذا كانت بكتيريا او فيسبا انفكشن او جرافت انفكشن انفكشن دي كلها خطيره لانها تعتبر تعرف يعني الانفكشن اللي بره بس احنا كده مكانت انفكشنز سمبل غريز داخل الاول هارت او اتليست فيري كلوز تو ذا هارت تمام فالمفروض ان احنا ناخد طبعا ما نوصلش انها خلاص العمليه دي و ولا الجراف او الكاد جراف وبعدين ناخد طبعا لون كورس اوف اكس بارتس طبعا سيت بلاد كالتشرز ده سبيكت انفكتد كلها بس احنا بندوس على بلاد كالتشرز وحسب البير انتي بايوتكس بنضغط من جرام بوزيتيف ثم بعدين طبعا ايه ويفضل ان يكون في كفرج للمرسى نفس الكلام بتاعك الستيل طبعا ممكن زي ده طبعا بتاعك عن الستيل يكون اسم بقى ايه؟ شوفت تشينجز في الديجيتس مش المفروض احنا نستنى لغايه ما نوصل للمرحله دي الانيوريزم طبعا اهم حاجه في الانيوريزم في السكرين بتاعه ان احنا نطمن ان ما يحصلش او ما يكونش في ساينس اوف راشر او انتندي راشر دي اهم حاجه طبعا دي الانيوريزم حاجه صحيحه يعني هو اوريدي كده الانيوريزم ده عرضه للكون في ترومبس عرضه لي انفكشنز عرضه لناس واهم حاجه في الموضوع ده انه راح طب اعرف منين ان الانيوريزم ده قرب ان يحصل فيه مشكله؟ ان الاله دي هيحصل فيه اوستريشنز او اوزي او الاله من السكين او الرايس كده لو كان كام بقى ورقه خالص يعني تمام؟ لا في الحاله دي ما سيبش الانيوريزم دي كده لا ممكن فيه بس بيشن فور انترفشن ممكن بالانترفشن فورسنج حل القصه دي بان احنا نتدخل كفر ستاف فنقفل خالص على الانيوريزم او ان طبعا نروح نفصل السوشي وتعمل سيرجيكال ريفكشن في الحته اللي هي الانيوريزم تمام ده المشكله بتاعت الانيوريزم طيب عموما سواء الانيوريزم روبشنز او حصل اكسس بليدنج من تيست ولا اي سبب مش برضه احيانا القصه دي بتبقى جيست من بعض الناس تظبط ازاي؟ يعني انت لو ساعه تروح الدايلسيس مره واحده تكون مسرح يقول لك ايه تحت الدكتور وبعدين تعالى تمام اكيد حد فيكم حكى في حد حصل معاه القصه دي بجد؟ حد حصل؟ جاي من بره بس من الاوت بيشنت لا ما كانش ايه اه اوكي حد مسدد زوج كده بس حد من الاوت بيشنت جاني برابشر تايب بيشنت برابشر تايب بس اتصرف احيانا خلاص الناس حاجات زي كده طب اتصرف ازاي؟ تورنيكي اباف تورنيكي فوقها بندج وبصمه بقى سيرجري فوق
ده ممكن لو فعلا لو في دراكشر كده او حاجه، بس هو مش معقول يكون الفيديو بيفصل خلاص وبيكون كده. لا خلاص يعني اكيد هنحاول الاول ان احنا نكونترول الفيديو تمام، ما قدرناش يعني كده صح صوريه وفورا لغايه ما انا بقى خلاص تمام. الكومنتس عايز اقولها ايه؟ يعني اول حاجه الحاجات اللي هي بوك ليست، احنا لما بنيجي نشوف بليدنج المفروض ان احنا نتكس على البليدنج بوينت، ناخد بالنا ان البنكشر مش هي البنكشر في البنكشر صح؟ يعني انت ممكن في الابتدائي تكون نفسك قافل على المكان اللي طالع منه ضغط السكين ومع ذلك انت عملت البر، ما انت مش قافل بس صح؟ احنا لان انت داخل ويك فانت السكين اتخرج في حته والبس اتخرج في حته خلاص، فانت المفروض تتكس على الجزء البنك الباسط للبنكشر، ما هي انت ماشي سكين بنكشر في حاجه ولا مجرد بس بيوريك ان الضغط طالع خلاص، فانت ممكن اصلا ما تبصش على السكين بنكشر دي اصلا، ممكن تطلع بس سنتي او 2 سنتي كده فوقيها سنتي من الكتف الفايق وتقفل وتشوف ان الضغط طالع خالص، هو ده الاهم. تاني حاجه البريشر يبقى سترونج انف تو ستوب البلاد لكن مش قوي لغايه ما كده تقفل الفيستر، ده يبقى عندك ده من الهدف ان انا عايز انقذ الفيستر ماشي، مش عايز العيان ينتهي بيه حياته هو يتفرج عليه كده قدر الامكان. احاول انا شايف ان في بيتنج جيمز خلاص يبقى تحاول الاول تكون فول بيتنج بريشر على الامكان جيمز تمام، ولو في ريسك فاكتور مثلا قبل مش بس فراكشر يعني مثلا كان بياخد بس هورمونز كان بيعمل ديو بروتامين ما اعرفش ايه كان بياخد وافن ديو بلازما يعني ايا كان الرولز اللي ممكن يعملها كانت بتصير في السلام قدر الامكان وانا اعمل كومبشن. طيب لقينا ان هو كان ده بيجيب نتيجه زي ما الدكتور كده قال ده فوق التورنيكي او حتى سكر جهاز ضغط اي جهاز ضغط في الوحده ده احيانا بيكون افضل من التورنيكي لان جهاز الضغط انا اقدر ان انا افضل ارفع لغايه لما وسع عديت السوليك بريشر هنلاقي ان هو كده الضغط يقل كتير جدا ممكن ده يساعدني ان تاخد طول لقيت ان لا خلاص مفيش فايده لا خلاص بقى ده شويه كمان ويقفل كمان ده سوليك بريشر وده هيقفل لك بقى ايه كل البلاد سبلاي اللينك كله معاك بقى ايه ساعه او ساعتين لغايه ما تخش ولا تخش مش هيحصل حاجه تمام يعني مش هيحصل حاجه انك تبقى قافل خاص على البلاد سبلاي اللينك لمده ساعه ساعتين مش ممكن خمس دقايق مش عايز اوكي. فده بالنسبه لقصه الانوريزم والاستراكشر. طيب الهايبوفيستر زي ما اتفقنا عايزين لما بنشوف ان في هارت اوركسترا قلنا ان العيان ما يجيلوش مش عايزين يجيلو هارت فيلر. المعضله بتيجي ايه؟ بتبقى ان احنا عمليه شغاله والعيان مبسوط وجرح كل اللي مبسوطه دلوقتي خلاص انت دلوقتي اللي بتاعك عايز تقول له لا عمليه بتقفل دلوقتي تمام، فدي بتبقى ايه اصعب دي بتبقى ايه الحقيقه من اصعب السيتويشنز اللي بتاعتكم تنزل يعني بقى تقعد تقول لا احنا بنحاول نحلها يا اما تحلها بالطريقه اللي بتاعتكم دي لو احنا الاثنين على البروسيجر خش بالون جوه العمليه دي ونحاول نضيقها شويه اول مره بنحاول نضيقها شويه بس غير ما فيش نبدا ده بتاعنا لكن المهم العين بقى انفورم بقينا عنده مشكله في الفيستولا وان دي هنجيب لها فيك خلاص بقى الدنيا زنقت بقى خالص والعين ضغط ودماغه بقت تسيف وجراح مش فاضي يعمل حاجه والعمليه مش شغاله كويسه والريستنس جامد اتليست تابع كويس العين ده كارديو كويس اعمل له فريكوينت ايكوز كلينيك ليست تخصص كتير واول ما عندك ايفيدنس انه مثلا ان الريش فراكشن شايفه داون ترندنج عمال نازل الريش فراكشن بتاعك كان 60 بس يبقى 50 بقى 45 حركه 30 دلوقتي ازاي انت ايه خلاص يعني هو كده وانس انت امبروفايز سوبر ايفيدنس ان خلاص كده بقى الدنيا بتبوظ لا يبقى لازم ايه نتدخل لو احنا لكن طبعا لو كان خلاص من الاول كونفينس ان ده ايفنت هيحصل من الاول هو ده احسن ما يسيب الارقام تبتدي تقول ده الفيرس هايبرتنشن سوي ذا بولفرز الفيستولا زي ما اتفقنا الفيستولا حوالين الفيستولا الدايركت جينز بريشر احنا قلنا التستنج في الجينز بريشر والفلو ميجرمنت تمام. الجينز
بريشر في طريقتين لقياسه، هستاتيك فينس بريشر وداينامك فينس بريشر. من اسمهم الداينامك فينس بريشر الثاني البامب از راننج. طالما البامب از راننج يبقى انا لازم اوحد المقامات. ما ينفعش ان انا اوصل عين باي ابره وباي لاين وباي بار فلو عمر ما الارقام دي تديني بريشر. فكلمه ان انا اعمل ستاندرزيشن للحاجه انا مقصود ان انا هقرا من الفيز بريشر بس بعد ما اكون خليت البامب على الفي واكون خليت الابره الجيج بتاع 16. وطبعا المقصود هو ايدل يعني ان انا اطمن ان مبقاش فيه مثلا تشينجز جامده في الموضوع اللي انا برضه اللي بتكرت او ديسكاست دي برضه تكون متوسطه. لو الرقم فوق 150 الفينس بريشر ده كده بالنسبه لنا يعتبر هاي دايناميك فينس بريشر وده كده بيحتاج ان هو كتير كريتيكال ايفالويشن زي الامتحان دكتور او اسمه كانه بريشر. ده كده في حد ذاته كراتيريا ان انا اعمل له. ولو بنسمع بقى 15 10 ده انا كنت بستنى دي اكتر بس غالبا 16 هي المستند يبقى في الحاله دي انا بستنى 15 يبقى البريشر بالنسبه لي هو الريفرنس هو 120. الستاتيك فينس بريشر كانت ابلس شويه طبعا كده بامب مقفوله فانا عايز اخد قرايه للبريشر في الاكسس طبعا هيطلع غالبا فيري لو كام 0 10 15 هيطلع رقم مبالغ قليل يعني بيطلع رقم كتير بس في الحاله دي لازم اربطه بالمين ارتيريال بلاد بريشر يبقى لازم في اللحظه دي اكون قايس ضغط العيان وشايف الضغط قد ايه في نفس اللحظه ما ينفعش بعدها خمس سنين او قبلها بكتير الضغط عندي اتغير اللحظه اللي انا بقيس فيها الفيز بريشر بقيس الضغط العيان واحسب المين ارتيريال بلاد بريشر اللي هو طبعا الدايستوليك زائد 1 ثيرد الباست بريشر نحسب الريشيو ده نقسمهم على بعض ونحسب الريشيو منهم وفي بقى ايه جدول بنبص عليه او جراف بنبص عليه ايه رقم بنقارن بيه والله لو كانت فيسولا اكتر من 0.35 الريشيو ده معناه ان ده بتاع الضغط في الفيسولا ولو كانت جراف اكتر من 0.5 5% يعني. طيب بس في الاكسبرشن ممكن يكون سبارتين ممكن في سبيشال ديفايس زي كان ضغط كده بيبقى محطوط فيه الضغط جوه الاكسس كانت القرايه او ان احنا ممكن نستعمل فيس لاين يعني توحيد الايكويشنز دي حاجه كوركت فور للمسافه بين الدراع العيان والجهاز مش تفرق كتير هم ناخد الريدنج وزي ما احنا شايفين كده نقيس البريشر جوه الاكسس على المين ارسيل البريشر هنا مثلا الجراف ده هو بيتقال بالنسبه للجراف وده بالنسبه للتكسر واحنا هنا الارتيريال سايد وهنا البادر اوف التكسر وهنا وصلنا الابره الارتيريال وهنا وصلنا الابره الجينس طبعا احنا متوقعين ان البريشر في الجراف زي ما اتفقنا من الارتيريال سايد للجينس سايد بيقل تدريجي عشان دي مش تشوف بالنسبه للتكسر مجرد ما دخلنا من الارتيريال للتكسر هياخد ماركت دروب للبريشر ثم مور اور ليس تشينج بسيط لغايه ما وصل لغايه الجينس سايد احنا هنا لو جينا ده طبعا الجراف ده دور زي نورموجرام اتعمل من تيستولانس كتير قوي او جرافس كتير قوي ف البريشر لو احنا هنا مثلا طلع اعلى من هنا مثلا دي اسم جراف ودي مثلا 0.5 لو احنا زدنا عن هنا عن 0.5 لا ده غالبا اعلى من الطبيعي ده دي اسم بريشر ده اعلى من الطبيعي نفس الكلام هنا لو احنا 0.35 يعني تقريبا معتبر ده هتكون تحت لو كان الريدنج في الحته دي يبقى معناها كده ان في هاي فيستولا بريشر برضه ده محتاج ايه؟ هنلاقي في دول جايد لاينز بيقولوا ان الستاتيك احسن من الدايناميك. من الستاتيك دايناميك بريفيرد ولكن يعني هو كامبرس شويه ان هو يتعمل فلو هتحبوا تبقوا اوكي لو عايزين نكتفي بس بالدايناميك برضه اتس اوكي. طبعا الدايناميك از فيري ايزي انا لو دخلت مثلا بيرس اسوم انا خدت على مكتب الدفاعي انا عندي في مصر على الدايناميك شايفين هنا البامب على 350 تمام الفيديو سبيكتر طلع اولموست 200 هل اقول كده بعدين انا الفيس بريشر عايز احوله اي تاني؟ ما ينفعش لازم اوصي الاول طبعا هنا تمسك على 200 استنى كده في 2 3 كده هتحتاج الرقم ده قبل اللي كده باذن الله يكون 200 ولا حاجه ريكورد الرقم في الشارت اللي عندك وخلاص كل ابشر من كده ده نورمال فيس بريشر مش عارف احيانا بيبقى ايه اهميه بقى ان احنا ريكورد في التابلت
الترند اناليسيس. الترند دايما بيبقى اهم من ال السنجل ريدنج. حتى مثلا حتى البراكتس بتاعنا لما تتابع كلمه فانكشن شفت مثلا مره بتلاقوا مثلا سيروم كيراتين 1.2 فعيان بيقول لك عندك مشكله فعيان بيقول لك معلش اي حاجه صح؟ لو سنجل ريدنج بتحط 1.2 تقول عندك ده ايه؟ ده كويس مفيش حاجه صح؟ لكن لو وراك التحليل بتاعه خلاص بتراك كونسنتريشن خلاص كان عين زارع مثلا ولقيت الكيراتين اول مره من الاسبوع كان 1.5 بعدين بقى 1.7 بعدين بقى 1.2 انت كده شايف ايه؟ كان في اكيد كده انجري طبعا صح؟ ده كان صافي رغم ان هو 1.2 برضه لكن الترند هنا نفع اكتر نفس الكلام عشان كده اهميه الكواد اشورنس فاكتور بتاع هو الفولو اب انت لو شفت الفيديو سبيشال بتاع العيان ده اوكي طلع 120 بس هو من شهرين كان 50 بعدين بقى 70 بعدين بقى 120 احنا لسه نورمال بس انا شايف ان الدنيا فيها مشكله في مشكله في الهيستوري وعماله بروجريسنس نفس الكلام بالنسبه للفلو نفس الكلام تلاقي ان هو لو الفلو بدا يقل تدريجي حتى لو الدنيا بتسيب الفل اللي هو النورمال بتاعنا لكن شايفين هو عمال يقل حتى لو قعد كده بس بيقل وهو برضه ده كرايتيريا او انديكيشن فور ايفالويشن زي ما اتفقنا الدكتور الجزء ده بقى من التستنج بالنسبه لنا او السيرفيلنس سوري اللي هو بعد الانسبكشن هو الدكتور بقى صعب ربنا بص طبعا ان البين يكون نواجس تكون بيننس وندتكت بقى اي اي ابنورمال بقى زي ستينوزس او فروموز او بلاشيو حوالين الجسم تمام زائد حاجه ثانيه ان احنا نقدر احنا نقيس البلاد فلو بس الاكسبريشن وندخل الكاليبر بتاع البسل يدينا على طول الفلو فيها قد ايه ده الجهاز هو اللي بيحسب انا مش شايف فيها حاجه طبعا واحنا بالنسبه لنا الرقم اللي يهمنا هو 60 مللي الحقيقه الكسر ممكن تبقى نائب الرقم اقل كده شويه يعني لو انت شايف ان هو كلينيك الكسر كويسه والفولو اب دايما بيرفع رقم كويس كل مثلا مره بتقيس 500 450 او 500 ده اكسبتبل برضه مش مشكله بس هو الجايد لاينز بتقول 600 والعكس صحيح ممكن يعني مثلا اقل من 1000 او 1200 مثلا بس شكله بينزل 1200 900 700 لا الدخل عشان تستنى لغايه لما ينزل رقم واطي عشان تبتدي تدخل طيب الناس كتير ازاي بيتقاس الفلو كان في مجموعه كانت موجوده فوق الاتصال النهارده كنا شاكين الكوره الطبيعيه تقريبا كانت واقفه على الكاروتيد تمام لو تشيل لي برضه هذا المنظر واترسمت الايه؟ الارتيريال ويفز تمام طبعا الارتيريال ويفز بتبقى ممكن بتنزل او تركزك على حسب الكلام على اي مثل لكن الفينس كوين غالبا بتبقى زي ستريت لاين كده يعني لو انت بتقول كده ولا هي في ستريت كده ايه حاجه ايه فش كده هي بس الاكسير البوزيشن هي اللي بتدينا الباس ويت ده احنا بنحسب النقط على الكسر نحسب الدايمتر بتاعه في الجهاز ثم بعد كده بنشغل الباس ويت بس لنا الستريت تريسنج ده وبنحسب البيس فور البلس وبندخل فرق الزين الجهاز هو بيحصل لنا على طول الفلو قد ايه عايز انك تعمل القصه دي ثلاث مرات ناخد منهم الافرج ده مثلا عايز نروح عند الاسين والفلو احنا واقفين اهو على البريكل ارتي دايما احنا بنستعمل البريكل ارتي از ريفرنس ارتي بالنسبه لنا هو ده الفيديو الارتي لكل الفيسترس او الجراكس الريج ممكن يبقى صعب جدا يقيس عليه العمليه دي فاحنا سبيسين القياس على البريكل ارتي زي ستاندرزيشن كده للبروسيدر يعني فال هنا الجهاز بندخله وانس بقول له احسب الشتانه البيك بلوسي بيحسب هو البيك والاند يعني الفيكس ستوريك والاند ستوريك واحسب التي ماكس مثلا بلوسي ويدينا بعد كده ايه لما كان باسط الدايمتر يدينا بعد كده ايه الفلو قد ايه هنا طلع 0.9 لتر يعني تقريبا 2 لتر منت كده كان ده نورمال مش هيمشي طبعا ميزه ثانيه غير الدكتور ممكن يقول لنا الفلو قد ايه الكسره ممكن كمان نشوف بقى هنا الاستنوزس اوكي بس قد ايه بقى الاستنوزس سيجنفكت على حسب هو كام في الميه الكسر افكتد يعني وارد ان يكون في شويه استنوزس بالذات لو قلت لك مثلا كان بايفوركيشن او حاجه زي كده او كان في بريفيس ريليشن للبين زمان او حاجه زي كده ولكن يكون في شويه استنوزس بس هل هي
significant ولا لا؟ احنا بالنسبه لنا significant stenosis اكثر من 50%. هنعرف بقى بالجهاز بالالتراساوند لو فانكشن اللي برضه significant ولا لا. يوجوالي لما بنلاقي الريشيو من الفيكس سايد فيلوستي قبل بعد السنوز تعدى 3 لواحد. يعني مثلا هنا مثلا حطيت هنا الاسبكتر بريسنج، شايف هنا مثلا ده هنا قبل السنوز وهنا بعد السنوز. تمام؟ الاقي هنا مثلا السوليد بلاد 900 سنتي بير سكند. اجي احط هنا الاقي مثلا 400 سنتي بير سكند. تمام؟ البوست سنوز الجذب ده معناها على طول ان في سيجنفكت سنوز. لكن انا حطيت هنا 100 هنا 150 ماشي. اوكي هو في شويه سنوز بس يعني مش مؤثر قوي. مش لدرجه ان انا هانترفير دلوقتي واعمل اكسبريسيف بروسيجر وبوسيبلي ممكن كومبليكيشنز كده. بس كده طبعا غالبا بعد السنوز بيبقى فيه فيمن دايلتيشن احيانا يكون موجود بوست سنوز دايلتيشن او احيانا ممكن يكون في تربيلنس في الدور ان هو هيلاقي في الارصاد قليل قليل في الكلام ده. وطبعا ممكن نشوف ان الفيستا فيها فرومبس. يعني لو لقينا في زي ايكوجينيك ماس جوه البس هذا المنظر والفين مش كومبريسبل ده معناها على طول ان في فرومبس. طبعا باكد الكلام ده انا بشغل الكالر دوبلر ما احنا شايفين هنا بشغل الكالر في هنا ارت صغير او بس صغير موجود تحت هنا شغال في بلاد لكن الفيستا نفسها طبعا ممكن يكون في الارشيف الريجل ارشيف خلاص يعني الريجل ارشيف شغال في حاله مش دعوه لكن خلاص الفيستا نفسها سفال الجيم اللي كان فيسترا قفل خلاص هو طبعا لو لقينا في البوزز في فيسترا فاكيد طبعا دي كرونيك شويه او سب اكيوت او كرونيك في البوزز لان الناس اللي شفناها اورجنايزد مكتوبه كده او اورجنايزد ثرومبس وايكوجينيك لكن ممكن احيانا يبقى لسه الثرومبس فريش يبان سودا يعني يبان كان بس جوه لكن اجي اعمل له كومبريشن مش كومبريسيف اجي اشغل خلل مفيش خلل بيمشي في البس كده بعرف ان في اكيوت ثرومبس. الاكيوت ثرومبس في فيسترا از بوتنشلي كيرب. لو انا عملت ارجنت ريفيرال للعيان في الوقت ده نقدر ان احنا ارجنت ثرومبكتومي ونقدر ان احنا ريستور فيسترا فول تاني. وغالبا في نفس السيتنج بنعمل انجيوجرافي عشان نشوف لو كان في سيفر ستوز ولا لا لانه غالبا في حاجه بريدسبوز ان يحصل سيفر ثرومبوزس غالبا بيكون في السنوز في مكان ما فمحتاج عين تصور ونعالج السنوز اللي كان سبب السنوز ده وما كانش بعد الوز ده كان موجود. طبعا احيانا بنصور يعني ممكن مثلا كان في ساعين قريب او من سنتين كده ولا حاجه كان السبب السنوز مثلا كان اكيد سجلها بوتنشال سنان جاس او كونفيشن دي فده طول 60 40 الكميونيتي اللي بعدها رجعت من الفيسبوك خاصة بالحالة اللي احنا خاصة ان مفيش هنا مش شاكين في حاجة بنعمل الارجنت كومباكتلي والارجنت ده شغال كويس ومش هنشيل فهو دايما نحاول نشوف ايه السبب اللي عمل طبعا ده مفيش في السبب ده بس ان احنا حطينا سبورت نوتيفيكيشن هنا طبعا ده الكومن كاروتيف وجنبيه الانترنال جاتلر بص دي قدامك شكل هنا توتال انتروبوز عشان كده مهم قوي برضه ان احنا لو هنركب سنترال كابترز المفروض دايما ان احنا نستعملها ساوند جايدنس عشان احيانا كتير مثلا بيكون ريبيت كاركترايزيشن ان البين اصلا كان فوكوز وكان في حاله بالفعل كده قريب برضه كان في عندنا في القاهره مش فاكر بس كان برضه حاله عايزين نجيب ولا هو امي وبنحاول نكتبها ما فيش حاجه اصلا بصينا على بقى الساوند اصلا بس فوكوز فاحنا عمالين كده بنوقع هنا في ريسك ان احنا نقدر نبتدي الفانكشن او لانج انتري ويفضل اي جدول هنا اساسا اللي بيحصل وكان تحت تلاتين فمهم قوي ان احنا نحاول نركز الكابيتالز دي خط الساوند بلاك وفاينلي بقى طبعا بنستعمل الانجيوجرام عشان نحدد الباثولوجي زي ما بنقدر ان احنا في كوحين خمس دقايق كمان لو حابين نتكلم عن الانجيوبلاستي لو تركتوا خاصه ممكن تكتسبوا طبعا ده منظر دي الريجيد فانسيسترا طبعا دي قال لي الريجيد اهي الاستقلال بتاعتها عارفين ده الريجيد ارتي
بالظبط كان بقى كان مرتاح وده سيكاليك ليه. احنا في الانترفنشن سيتي لكن ليه سيكاليك ليه ونحن في سبب فطبعا الدواء تمشي مع البلاد فلو بتصور فعليا بالاكسبيرينس شايفين كده ان السيكاليك ليه. طب انا عايز اصور اوست كمان اعمل ايه؟ ممكن انا بالضيق او بالتوريكي او بالجهاز الضغط بقفل الفيستولا وبعدين احط ثغرتين فالثغره هتمشي في البين وريترو جريد ترجع تعمل تريننج للارسي كمان. لازم لو بعمل اي فيستولوجرام لازم اعمل تيست بصور الفيستولا نفسها البادي الاوتلوك بتاعها وصوره لغايه السنترال بين ولازم بقفل الفيستولا واصور ريترو جريد شوف ايه فلو اختاروا ايه لو في ارسيال بروبلم او في مشكله في الفيزنج ارسيال طبعا احنا شايفين هنا في ايه؟ في سنوز واضح موجود جاست انستموتيك كده انستموزس وجنب الانستموزس في شويه سنوز ده غير طبعا نتيجه السيرجيك مانيبيليشن والقصه دي طبعا القصه دي توصل الفيتبول بتتوسع بالرول وتبقى الفيستا دي سيف تقدر عادي تعمل ايه ودي طبعا ايه استخدامات الانترفنشن المتاحه انها ممكن يبقى تكنيك كده تقدر ان هو يعدل اي
ريجن او حاجه زي موفز او حاجه زي كده. فده بيبقى احسن طبعا بس كومبرايزنج عن الكوارد مش هيخرج من الرسم زي ما بيبقى جاهز عن الرسم. طيب تعالوا طبعا يعني كده بس سريعا كده هيكون تقريبا الانترناشونال ديفايسز بتدعم الناشونال ان فرنش نتس. كلهم عارفين فرنش نتس ولا مش عارفين؟ بس هي تضغط على فكره
ترجعش تاني بلاد زي الاول. فده حاجه طبعا والله اللي بيخش الاقتصاد بتاعه هو الاقتصاد الدفاع. اهم حاجه اخيره هي حاجه اسمها الريت اندوس بريشر، اللي هي البالون دي هتستحمل بريشر قد ايه وبعد كده تكون اتحرقت. مش فاهم الوقت فرقت، لان لو فرقعت الشباب اللي اتصلت هتطلع منها هتجري في السكه اللي وصلنا بالفرق بالفرق اللي نزل ومش هتوه خلاص اللي دي بلاستيك. فاحنا مش عايزين ان هي تصرف بقى، لازم اخترع كلمات مقاومه بالفرق وما ارفعش بريشر البالون لما درجه الفرقه ارفع البريشر هو يقدر يكون واسع. احيانا بيبقى دي طفل قوي خالص مش معايا قوي، فبحتاج ان انا مثلا دي كده لو بريشر بالون بخس شويه. احنا ممكن نلاقي مثلا ليجن بالذات السنه اللي فاتت احيانا بيبقى محتاج فيري هاي بريشر، بس مثلا هاي بريشر بالون او هاي بريشر بالون بتوصل كده 30 او 40. ده شكل البالون على فكره ده هنا فين لا يبقى ده طبعا ممكن يكون شكل بس بتاع ده بعد الطعام. طبعا عايز اطلع عايز اعرف اطلع في الشرقيين اسهل فعلا الديسبشن ديفايس يعني كده ممكن تكون هي بس ما نيس كيس بقى بس فيها اكسبريشن اصلا ممكن استعمل سرنجة تقريبا يعني ده استيميشن كده لو انا ضغطت على سرنجة وحصلت كمية بشر كتيرة ممكن كمية بشر كتير و انواع بلوز انواع الاسفنس دي هي الاسفنس العادية من غير متر ودي هي جرافت اللي معايا سيلف عن جرافت. احنا بنستعمل الاسفنس الجرافت دي عشان احنا لو استعملت بعد كده فيها وزن او حاجة ممكن نحط الاسفنس دي جوه اللي هي جرافت دي تقفل على دي بس يعني او ممكن تستعمل سكين ماسك كده غير توبيك
بنعلم على الامكانيات اللي ايه الضغط بتوع الماركتنج عندنا بنحتاج نتكلم بالضبط ونوصل اكيد ان انا في المكان المطلوب ديفايس او البالون لمده بس 2 كده او حاجه بعد ما نفتح البالون نصور تاني حصل يعني انا هجيب جيوغرافي وجادج هل حصل نجحت ان انا اوسع الفيديو ولا لا او لو كان بعد ما خلصت خلاص تشكيل الجيل بكره احط زي الديسك احس بقى هل الفيلم بقى احسن فاصل